خلال استقباله وفدا اقتصاديا كويتيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معربا سيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت. أهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر، سعداء بوجودكم في بلدكم ومتشرفين بكم، بنرحب بكم، وانتم عارفين العلاقة الطيبة جدا جدا بين مصر والشقيق الكويت على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي، ده تاريخ ودي علاقة احنا بنسعد بيها وبنتشرف بيها وبنفخر بيها. ايضا في فرص كويسة في مصر، واحنا بذلنا جهد خلال السنين اللي فاتت ديت عشان لو احنا بنتكلم على استثمار حقيقي يبقى جاهزين كدولة لهذا الاستثمار. يعني لما يكون في حد سواء كان مستثمر أو شركات عايزة تشتغل أو ده، كنا مهم أوي إن احنا نجهز الدولة المصرية لذلك. ثم الفرص الاستثمارية اللي موجودة، احنا بنتكلم في بلد قوامها دلوقتي 104 مليون وبتزيد تقريبا كل سنة 2.5 مليون، ده سوق كبير. وبرضو نفس الكلام، احنا لنا اتفاقيات تجارة حرة مع كل إفريقيا ومع أوروبا وحتى مع منطقتنا العربية، وبالتالي ده أيضا فرصة أخرى للنفاذ المنتجات المصرية أو اللي هتصنع في مصر يعني إلى هذه الأسواق. يعني البنية التشريعية اللي موجودة بنية حاسمة وحاكمة، وفي إرادة حقيقية للدولة إن هي فعلا يعني تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين. في النهاردة الرخصة الذهبية، يعني احنا بنقول ده عشان نبقى برضو ده واضح بالنسبة لكم، لان دي كانت نقطة من النقاط اللي بتعمل عرقلة وبتضايق اي مستثمر انه يجي يشتغل يلاقي الموضوع بياخد وقت طويل جدا. ويبقى النهاردة بنتكلم على هل البنية الاساسية جاهزة ولا لا. نحن لدينا بنية اساسية متطورة في الدولة دي بكل ما تعنيها هذه الكلمة. خلال 8 سنوات احنا عملنا إعادة تأهيل لقدراتنا في وتطوير البنية الأساسية للدولة حتى تستطيع انها تبقى أرضية حقيقية لأي استثمار في مصر او لأي تنمية، مش استثمار بس، اي تنمية عشان نعملها كان لابد ان يكون فيه طاقة. وانا بقول لكم لا عندناش لا مشكلة طاقة لا في الكهرباء ولا في الغاز بأي كميات لصناعة داخل الجمهورية. ثم كل القطاعات متاحة، يعني كله متاح يشتغل فيه. المواني احنا بنقول 72 كيلو أرصفة، 72 كيلو في السخنة لوحدها اكتر من 15-16 كيلو بيتعملوا خلال سنة هيكونوا خلصانين. فده كل ده يعني عشان نجهز الدولة لو في شغل بيتعمل. يبقى حضرتك لو ليك عايز تصدر يبقى تلاقي مواني على البحر الأحمر، مواني على البحر المتوسط تقدر تخرج بيها بشبكة طرق محترمة، بشبكة قطر كهربائي سريع محترمة تحقق ده. ثم طبعا الموانئ والمطارات وبقية الأمور اللي هي بنبقى محتاجينها في كمرافق أو كبنية أساسية. فأنا برحب بيكم، أهلا وسهلا، سعداء أن أنتم موجودين في مصر بلدكم، أهلا وسهلا، شكرا.